قال رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدي إن الائتلاف قادر على وضع خطط للإصلاح تهدف إلى التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني. أضاف السويدي خلال اجتماع الهيئة الاستشارية للائتلاف بمقر مجلس النواب أن الحكومة شريك رئيس ومتعاون مع مقترحات الإصلاح. احنا بنربط الثلاث أرقام اللي بنسميها هي الأرقام الرئيسية، البرلمان والحكومة والمجتمع المدني بخبراته كلها. لما بقول المجتمع المدني بقول بخبراته كلها، لأن في مشكلات قطاعية، مثلا نقول مشكلة المحاجر في منطقة بني السويف والمنيا وغيرها من مناطق الصعيد، مشكلة صيادين في مكان معين، مشكلة زراعة في جهة معينة، بنجتمع بيه الجهة المعنية وإن شاء الله بنحاول إن احنا نوصل لأفضل الحلول واستغلال أمثل لإمكانيات الدولة اللي هي هائلة. مصر عندها إمكانيات هائلة، لازم ندرس ونسمع إن شاء الله يا رب نوصل بأحسن طريقة لاستخدامها وتقديم اقتراحات للحكومة ومناقشتها، وإنها تبقى يعني طبعا هي الشريك الرئيسي زي ما قلنا. وبرضو لابد أن يعني نشير إن الحكومة متعاونة جدا مع كل ما هو مقترح في الفترة القادمة والفترة الماضية في عملية الإصلاح.